مرة تانية عندنا النهاردة أكلات حلوة، كفتة كده شكلها غريب، وصنف سلطة برضو شكله حلو قوي، ودعاء منورة بالحتة الأورنج. ثانك يو شيف. أهلا، ازيك؟ عامل ايه؟ كيفك؟ الحمد لله، حلوة، وحشتني. لطيفة، وأنتي أكتر والله، الشركة مفتقدك. ثانك يو. عمالة تتفسحي وتعملي شوبينج بقى. أنا لا هتقولي لي بتسافري بكام شنطة؟ أنا مش عايزة أقول بقى، بدل ما تقفش في المطار بعد كده. بتسافري بكام شنطة؟ بترجعي بكام شنطة؟ لا بص، واقعيا أنا سافرت باتنين، رجعت بخمسة. ما شاء الله يا مفترية. أنا بقى بسافر بشنطة وأرجع بشنطة. طب حد بيجيب الباقي طيب؟ لا ولا مفيش مفيش خلاص. وساعات بسافر، عارفة الشنطة الكاري اون اللي هي بتبقى معايا جوه الطيارة، بسافر بيها وبرجع بيها. طب بتبقى المدة قصيرة. أنا قعدت مدة طويلة. أربع أيام. لا أنا قعدت مدة طويلة. أصل أنا في الغالب ما بشتريش زيكم. ما أنا مش بشتري ليا بس. أه لا مش مش بشتري ليا بس. ربنا يخليهم لك. تعيشي وتجيبيها. إيه بقى ده؟ دي كرات لحمة مع البتنجان المشوي. دي الطبق ده حلو قوي. كرات اللحمة مع البتنجان المشوي، أوكي. ودي سلطة إيه دي؟ سلطة فيها جرجير وفيها خس وبرتقال ورمان وشوية زبيب. فظيعة. طعمها حلو جدا. عايزة تبتدي بإيه؟ تعالى نبتدي باللحمة، كرات اللحمة مع البتنجان. دي الكفتة الصغيرة، بيبي كفتة. بيبي كفتة. كيلو بتنجان رومي مشوي شرايح، ونص كيلو لحمة مفرومة، وللتتبيلة معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة سبع بهارات، ربع معلقة صغيرة قرفة، معلقه كبيره بصل باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، وتلات معالق كبيره صلصه طماطم، نص كوبايه بقسماط مطحون، ملح وفلفل. وللصوص هنحتاج كوبايه زبادي، نص معلقه صغيره ثوم، ومعلقه صغيره معلقه كبيره نعناع، وملح. اوكي تعال نشوف البتنجان ده احنا عشان نجيبه الشكل ده هنعمل ايه اصلا. ايه بقى نعمل؟ ادي البتنجان الرومي بتاعنا اهو اهي. هنيجي من هنا هنقسمها نصين بالحته دي، بالحته الخضراء دي، وبعد كده هنيجي هنا هنعمل كده ونيجي العكس. ماشي، بس لسه الزيت ده احنا لسه الكفته هنعملها. طيب اوكي، هنحط بقى دي هنا. انت بتعملي سامبوكسات؟ اه سامبوكسات عشان يدي شكل ان هو مشوي اهي. كويس ماشي ماشي خلاص كده دي كده خلاص. هنجيب زيت ورشه ملح شويه زيت ده هيتشوي ورشه ملح بسيطه. يخش الفرن يقعد قد ايه؟ يخش الفرن لغايه لما يحمر، هيقعد حوالي ساعه الا ربع ساعه اهو، ومش مش هنغطيه. هيطلع كده. هيطلع كده. اوكي تعالى نعمل الكفته. الايه؟ الكفته اللي هي الدوائر دي، وبعد كده ادي اللحمه المفرومه. والتوابل قرفه والبهارات والبابريكا. اوكي. ثوم وبصل باودر، بقسماط. والصلصه. ويل؟ صلصه. صلصه، اوكي. بعدهم هنقلب بقى كل ده. شوية ملح ممكن، لو ملح وفلفل طبعا طبعا. والملح. قلب قلب بس كده. هنعملها بقى المقاس اللي احنا عايزينه، بس انا حبيت اعملها ان هي تبقى صغيره كده. شكلها لذيذ بصراحه. وتبقى تدي كتير. يعني ده تتعمل في عزومه كده هتبقى حلوه. احنا داخلين بقى يعني على شويه مناسبات. عزومات ما عندناش فلوس نجيب بقى ديك رومي وفخده والحاجات دي. خلاص بقى ده كان زهقنا حتى منهم. نجدد شويه. كل الحاجات اهي دخلت مع بعض. ناخد بقى نحطه في الزيت؟ شوية زيت بسيطة كده اهي. تتشوح. تستوي. تستوي؟ اوكي. اهي. نعمل لنا شوية كده. اعمل لنا كده كام واحدة نتفرج. ممكن نعلي النور شوية؟ نعلي. خليهم في النص. اوكي. اهي. وبعدين بيحصل ايه بعد كده؟ بعد كده هناخد بقى البتنجان، ممكن كده واحده، وبعد كده ايه نعمل مع البتنجان بقى نكمل بس عشان يستوي. ممكن لغايه لما تستوي نعمل الصوص.
فين على النار؟ لا لا هنا. اوكي بس كده كفايه. شكرا. تعالى بقى نعمل الصوص بتاعنا ده زبادي. وثوم. وشوية نعناع. ناشف او نعناع فريش زي ما الموجود عندنا اهي. هاخد شوية ملح. نسيت. استوت شوية. قرب. هجيب طبق بقى جاهز فيه البتنجان. ممكن الشوكه اللي جنبك في شوكه كده. تعملي ايه؟ ناخد بقى واحده البتنجان اللي هو المشوي بتاعنا ده اهو. هنيجي في الجزء ده هنهرس كده اهي. وناخد بقى الكفته اللي احنا هنطلعها دلوقتي دي اهي. طيب هقربها لك. هحطها فوقيها هنا. ريحتها حلوه قوي. اهو سوري. اهي نحط عليها الصوص. وناخد شويه من الصوص نحطها عليه. الله بس كده لطيفة خالص وخفيفة ومش دسمة وفكرة جديدة ومقدمها في الآخر بالشكل النهائي ده. هاتونا كده الشكل النهائي في الطبق. بس كده ميرسي يا دوحي. طب احنا كده فضلنا السلطة. بس المنظر حلو قوي البتنجان مع هي ده يتعمل في عزومة عندنا على شكل وردة كده. يبقى شكله حلو ومحطوط عليه ورد. هو ده ورد طبيعي على فكرة. اهو. طيب خلينا بقى نشوف فاصل. بعد فاصل نعمل ايه؟ هنعمل السلطة. السلطة فاصل ونرجع لكم. خليكم معانا لو سمحتوا. شفتي صوت بودي؟ يجنن مستحيل محرج. هو ايه 3 2 1 بس مكسوف. يلا بينا محروق. طيب قبل الفاصل دعاء عملت كفته صغنطوطه كده والبتنجان الرومي حطيته عليها شكله وريه لنا تاني كده. شكله حلو قوي بصراحه. تنفع في عزومه مش مكلفه في نفس الوقت. وهنعمل دلوقتي طبق السلطه الجميل قوي ده. جاهزه؟ يلا قول لنا المقادير. تعالى المقادير بتاعتك. مقادير السلطه يا اولاد اتفضلوا. 2 كوبايه جرجير وبصله حمراء شرايح، كوبايه خس، نص كوبايه زيتون اسود، وربع كوبايه زبيب، كوبايه رمان، كوبايه برتقان، واتنين معلقه كبيره سوداني، وللدريسنج ربع كوبايه عصير برتقان، اتنين معلقه كبيره مستردة، اتنين معلقه كبيره عسل ابيض، معلقه صغيره زعتر، ومعلقه صغيره نعناع، وملح وفلفل. ماشي. احنا هنحط كل المكونات اللي قلنا عليها اللي هي الخضار. اهي. ياخد كده الجرجير. بحب التقطيعه دي للجرجير قوي عشان الميه بتاعته تفضل. ايوه ما نقطعوش بالسكينه ابدا. والخس برضو نفس الكلام. وناخد برتقان، رمان، وناخد زيتون، والبصل الاحمر. بالنسبه للبصل والزيتون يا بودي، ها بودي ايه قول لي؟ هتكفى كده طبق حلويات بودي بقى كده مش عارف. لا بس ده كده سويت اند ساور وحلو في الشتاء. طب انا بحب السلطه دايما يبقى فيها فاكهه. مش طبق حلويات ده يعني. لا مش حلويات. لا في بصل. طب احنا كان في بوله بس فاضيه. سوري. ممكن نحط فيها. لا مش هنعمل دلوقتي. مش قادر يستوعب ان دي مش حلويات. نحط بقى المستردة. هقول لك ايه بس يا مغلي. عامل برضو روح للمكان. احط دولت. خليهم بقى في الزينه. طبعا عامل روح. هو روح ايه؟ روح 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 روحي 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 روحي. وده ايه ده؟ عصير برتقال. اوكي حطيه كله. هو حلويات ولا مش حلويات؟ بصي بقى ده يتحط كله معلش بس عشان الدريسنج بس. ايه؟ ايوه حلو. هنا ماشي. في حاجه ثانيه؟ ايوه حط شويه الزعتر دول.
وشويه نعناع. حطيتي الزبيب والحاجات دي؟ بس عايزه احطهم بقى في على الوش في طبق التقديم. انت محضره طبق تقديم؟ ممكن في ورا طبق هو ابيض. لا ده صغير قوي شويه، ممكن الكبير معلش. مش طايق تحطي كله. ماشي. طيب يلا ايه بيغرف كده. بص ريحه الدريسنج فظيعه. نقلب تقليبه كده. اه انت هتحطي مش هتحطي عليه الدريسنج وبعدين تغرفيه؟ بس اقلب واحط بقى الدريسنج على الوش. هنا اهو؟ لا مش هنا في طبق التقديم هناك. ماشي يلا يلا. اهو طبق سلطه فخم الواحد يتعشى بيه كده ويخش ينام هيبقى مبسوط جدا. يلا يلا حط الدريسنج اهو. حط الدريسنج وزين بقى بشويه سوداني وزبيب. اها وسوداني وزبيب على الوجه. شيء لطيف يا اولاد. حلو 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 حلو. احكي لنا بقى عملتي ايه النهارده كده للناس؟ عملنا النهارده كرات لحمه مع الفلفل مع البتنجان المشوي وعملنا سلطه شتوي كده فيها رمان وبرتقان وحاجات حلوه. حلوه قوي. شكرا دعاء. اشكرك شرفتي نورتي كالعاده. خلينا نشوف فاصل بعد الفاصل نرجع لكم افان اند دكتورز مع دكتوره مي شعيب ودكتوره رحاب رضوان ودكتوره ريم نايف. هيقول لكم حاجات كتير قوي خاصه بالبشره وازاي تتعاملوا مع البشره خلال البرد في فصل الشتاء. خليكم معانا لو سمحتوا.